مساء الخير. قمة غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في سنغافورة تستهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتليها ردود أفعال كثيرة. الكرملين يرحب ببدء حوار مباشر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وإيران تحذر زعيم كوريا الشمالية من قبول أي اتفاق نووي مع دونالد ترامب، مشيرة إلى أن ترامب قد ينسحب من الاتفاق قبل أن يعود إلى واشنطن. وفي هذا الصدد قال ناطق باسم الحكومة الإيرانية إن على بيونغ يانغ أن تتخذ من تجربة طهران مثالاً، في إشارة إلى قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الشهر الماضي.